هدوء حذر يسود العاصمة العاجية أبيجان بعد 6 أيام من اعتقال الرئيس السابق لورون غباغبو على يد القوات الموالية للحسن واتارا الرئيس الحالي لساحل العاج. الحياة الطبيعية عادت تدريجيا إلى شوارع أبيجان، فقد خرج السكان للتسوق وقضاء حاجاتهم بعد أن قبعوا في بيوتهم لأيام عديدة جرت خلالها مواجهات عنيفة بين معسكري الخصمين السياسيين. من ناحية أخرى، وصلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى البلاد تبدو في أمس الحاجة إليها. هذه العملية هي عملية عاجلة وتهدف إلى تزويد أبيجان بسرعة بإمدادات طبية وبالمياه وبوسائل الصرف الصحي وإمدادات أخرى لمساعدة المراكز الصحية والمدارس. على المستوى السياسي، دعا حزب الجبهة الشعبية التابع لغباغبو إلى المصالحة مع معسكر واتارا وإلى وقف أعمال العنف المتواصلة في بعض أحياء أبيجان. في المقابل، أفرجت الحكومة الحالية عن 70 شخصا من أفراد عائلة غباغبو.